الأهلي يعدل الأوضاع في الشوط الثاني ويهزم الإسماعيلي 2-0 بهدفي بدر بنون وصلاح محسن. كابتن شريف ألف مبروك، ثلاث نقاط مستحقة للنادي الأهلي، ولكن الأهم اليوم الأهم هم الثلاث نقاط اللي كنا بنتكلم عنهم في أول الاستوديو، وكنا بنبحث عن شكل التواجد بتاع الشوط الأولاني، إن هو لابد أن يكون اللي بيحصل في الشوط الثاني هو اللي بيحصل في الشوط الأولاني. وضح لينا إن إحنا لازم ولابد أن يكون عندنا الهجوم العددي اللي إحنا شفناه تاني شوط. لما خرج حسين شحات ونزل مروان محسن واضطر إن هو يطلع عفشة ناحية اليمين وعمل شكل هجومي بعد اتنين راس حربة يجوز متأخر شوية محمد شريف جنب مروان، بقى عندك أي تواصل بين نص الملعب وبين الشكل الهجومي بالنسبة لك، وعندك أطراف كمان ثابتة، وعندك عدم دخول فرقة الإسماعيلي من الدفاع بتاعهم لغاية نص ملعبك، فبقوا كل اللي بيعملوه زي ما أنت كنت بتعمل أول هاف تايم يلعبوا الكرات الطولية لقدام. بقى عندك استحواذ نسبي وفي رؤية وانتشار عددي معقول جدا، لعيبة بين البعض ازاي تقدر تلعب الكرة وتلاقي اتنين تلاتة بيتحركوا لك في نفس الوقت، عشان كده الدنيا اتسهلت وبقى ليك شكل من اول 10 دقائق وانت موجود في منطقه جزاء النادي الاسماعيلي. ايوه عندما تكون موجود في منطقه جزاء الخصم عندك فرص انك انت تحرز هدف او اتنين، وتلاحظ ان المباراه النهارده مش عارفين نتكلم على اي فرصه ضايعه، انما في تهديدات لحارس المرمى، حارس المرمى اللي تطوع وعمل لك ضربه جزاء ملهاش اي لازمه طبعا، هو كان الراجل بيتطرف ناحيه الشمال، لو كان سابه حتى ما كان يمكن الخطوره بتاعته هتبقى مش بنفس خطوره ضربه الجزاء. اللي احنا عايزين نقوله احنا عندنا مباراه هنلعب خارج ارضنا الماتش الجاي، لازم يكون عندنا هذا المفهوم، انت لازم باذن الله يكون عندك رغبه الفوز في ضد فيتا كلاب، رغبه الفوز لازم بالشوط الثاني دايما انت بتلعبه مع اي فريق انت بتلعبه في مصر هنا، يعني لازم الشكل ده يبقى متواجد من اول 45 دقيقه. هل انت عندك الاستعداد انك انت تجرب وتلعب وتغير طريقه لعبك اللي انت مصر عليها من اول شوط في كل مباريات؟ هو ده اللي هيحصل في الايام اللي جايه دي كلها. انا عن نفسي ما شفتش اللي كان نفسي اشوفه النهارده او اتفرج عليه من سيطره في وسط الملعب، خاصه ان انا كمان يعني يمكن بعذر الناحيه الشمال النهارده، ان بيكهام النهارده مش مطالب منه اكتر من اللي هو عمله الحقيقه شكل دفاعي، يعني شكل هجومي اللي احنا اتفقنا عليه كله هيبقى صعب جدا. بقى عندك اقصى عددي في ناحيه من ناحيه الشمال وصعب عليه انه يشيلها اجايه لوحده، ولكن كان في رغبه النهارده، والروح اللي اتكلم عليها عادل قال لك الروح ما كانتش موجوده اول شوط، دي حقيقه كانت موجوده عند النادي الاسماعيلي ما كانتش موجوده في النادي الاهلي، انما النادي الاهلي لما لقى في تواجد عددي وناس بتقرب لبعض وتحركات الروح بدات، التيشيرت ظهر، يمكن صعوبه ارضيه الملعب شويه، انما كان في اصرار على انك انت لازم تروح تجيب جول، اصرار انك تهدد، اصرار انك تبقى متواجد، والتواجد اصبح من الاشتراكات والكلام ده حصل ضرب جزاء. التواجد ان لما بقى عندك راسين حربه او اتنين شكل، شفت لما حد بيطلع يطلع زي ما قلت لك انا من قبل المباراه، واحد بيطلع فوق يلاقي واحد تاني جنبه قريب منه قطع الكره من نص الملعب عمل سبرنت، ودي نادرا لما بتحصل في الماتشات كلها او في اي مباراه ان لاعب ياخد الكره من نص الملعب يوصل بيها لغايه الجول، الا اذا كان الاثنين قريبين من بعض، والتكتيك انا بسميه تكتيكس ان واحد بيطلع والتاني بيبقى ماشي وراه مستني الانطلاقات بتاعته. فحاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في قبل المباراه اتحققت، واتحققت بهدف، اتحققت وكسبنا، وده اللي انا كنت بطلبه في اول المباراه. فيا ريت يبقى ده الايجابيات اللي احنا نستغلها الفتره الجايه، ونسيب الكباتن بقى ليهم رؤيه ثانيه. كابتن علاء مبروك للنادي الاهلي، الثلاث نقاط مستحقه ولكن الاداء ليس عند حسن الظن. هو طبعا ثلاث نقاط مستحقين ومطلوبين، لكن دايما احنا بنطمع، ما بقول لك النادي الاهلي دايما بيطمع في فوز واداء مقنع. الاداء لسه لحد الان مش هو ده النادي الاهلي. الشوط الثاني اللي زودك قوي، اللي خلاك شكلك نوعا ما احسن او ضغطك الهجوم احسن، اسماعيلي بدنيا وقع كمان الشوط الثاني. الشوط الاول عمل مجهود خرافي صح، لكن مش هيقدر يعمل المجهود ده على مدار المباراه. فهي دي فرق، دايما بقول احنا بدنيا الشوط الثاني النادي اللي لعبت النادي الاهلي احسن، التغييرات بتفرق شويه، لكن هو الاسماعيلي
بذل مجهود جامد جدا الشوط الاول ان هو بيدافع على طول، دايما بيدافع على طول يا ايمن، بتبذل مجهود جامد جدا مش عايز تدي فرص للنادي الاهلي على فكره، ونجح تماما في الشوط الاول. ما فيش ولا فرصه حصلت للاسماعيلي، ضاغط دايما على طول، لعبك كله ما كانش مكتمل، كلها كور طويله. الشوط الثاني بدنيا هم نزلوا شويه، بيحصل بقى الحاجه اللي بدأنا بنتكلم عليها بين الشوطين، ان لازم اكسب النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. طب شخصيه النادي الاهلي دي كنت بطالب بيها انا من بدايه الاستوديو، شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، تفرض اسلوبك، ضغطك الهجومي، الكلام ده كله لازم اعمله من اول مباراه. مش كل مباراه هبدا في الشوط الثاني، مش كل مباراه هفضل لحد الدقيقه 72 عشان اجيب هدف، وهدف من ضرب جزاء. محمد مجدي على فكره حارس الاسماعيلي هو متسبب في هدفين، ضربه الجزاء والهدف اللي جابه صلاح. طبعا صلاح عمل مجهود ممتاز وقاطع الكره كويس قوي، توقيته كان كويس جدا قبل ما مروان الصحراوي وفتح سبرنت كويس جدا. لكن قول وعنده نقطه مهمه جدا، يعني مش عايز اقارنه بلعيب تاني ده طبعا كويس، ولكن هو لما بياخد الكوره وبيبقى في مساحه بياخد القرار الصح وبيشوط بيروح على الجول. بص يا ايمن، صلاح محسن من اسرع اللعيبه اللي بتجري بالكوره، مهاراته عاليه جدا، بيعرف يجيب الكوره كويس. وبعدين في ميزه مش في حد كتير في لعيبه النادي الاهلي، مع احترامي الكامل ليهم، عنده ثقه في نفسه جامده جدا. ما بيهابش الموقف، ما بيقلقش، ما بيخافش حتى لو غلط ولا ما بيهابش الموقف، ما بيغلطش. لكن هو عنده قناعه بامكانياته بقدراته، لعيب كويس جدا على فكره. ولازم النهارده والشويه اللي لعبه النهارده والهدف لازم تديه دفعه جامده جدا طبعا. يعني ما ينفعش، انا اول مره اتكلم عليه، ما ينفعش واحد بالامكانيات دي يبقى احتياطي او بره الفرقه، ما ينفعش. انت كده يعني انت بتيجي يعني بتضمن حق نفسك، انت لعيب كويس جدا، صغير، عندك مهارات وعندك امكانيات لعيب ممتاز، صح. لكن انت بتسيب نفسك، وزي ما اتفقنا في الاستوديو انت بتسيب نفسك، ما حدش هيفتكرك، مفيش حد هيفتكرك. انت تقول انا موجود، خصوصا في الانديه الكبيره، النادي الاهلي عايز اللعيب يقول انا موجود. بس هو بعد الهدف ده كابتن ما قالش انا موجود. بص يعني ما هو عشان تقول انا موجود مش بربع ساعه ونص ساعه وهدف، انا موجود دي اللي هو تحسس المدير الفني ان انا مستني فرصه، انا عايز العب، اديني فرصه. خد الفرصه، استغل الفرصه كويس قوي، ما تروحش تاني يا ايمن. زي احنا بنقول دايما الفرص دي نادره، احنا كنا بنتكلم على موضوع كده بالصدفه النهارده، انك تجي لك فرصه تلعب في النادي الاهلي، الفرصه دي لما تيجي ما تضيعش فرصه تاني منك، لانك هتجي لك تاني امتى الله اعلم. لكن هي جات لك النهارده ولعبت الفتره اللي لعبتها واحرزت هدف حلو قوي، مجهود ممتاز ومهاره حلوه قوي. ارجو من صلاح محسن انه النهارده يعتبرها بدايه. على فكره مش عيب نبدا بدايه النهارده، فرصه كويسه. اعتقد مستر موسيماني هو دايما عينه عليه، حتى لو ما بداش مباراه قادمه او حتى لو ما بداش الماتشات الجايه، لكن هو موجود دايما لعيب الكوره كويس دايما، خصوصا في الانديه الكبيره دي، هو مستني فرصه. حتى خمس دقائق، 10 دقائق، في ربع ساعه، في نص ساعه، اكيد المدير الفني هيقول لا ده الحق. مفيش مدير فني يا ايمن هيبقى عنده لعيب كويس ومش هيلعبه. زي ما بقول لك مدير فني دايما بيدور على مصلحته، مصلحتي مع مين؟ انا عايز العب ده حتى لو ما بحبكش، لكن انت اللي هتفيدني، انت اللي هتنافس طريقتي، انت اللي هتخليني هكسب بثلاث نقاط. يعني النهارده الهدف الثاني ده خلى الشكل العام الى حد كبير حلو، 2-0 احسن من 1-0 بضرب الجزاء. صحيح. الشوط الثاني نوعا ما كويس، الكره قليله طبعا. مزبوط. لكن هو كمان التغيير حصل بين الشوطين، ماشي اوكي، انت عامل ضغط هجومي كويس، لكن محمد مجدي برده كان ناحيه اليمين. لو انت خدت بالك محمد مجدي كان برده ناحيه اليمين، ودي من بعدته عن مكان خطورته خالص. محمد مجدي للمره من اليوم مش لعيب خط، مش لعيب اطراف ابدا، محمد مجدي في نص الملعب. لكن هي وجهه نظر مستر موسيماني، مشيت في الشوط الثاني وكسبت 2-0. لعبت واحد برده، لعبت على كور طويله، استغليت الكره دي، كان بيشرحها كابتن شريف دلوقتي. لكن لازم الاداء يبقى اقوى من كده، افضل من كده، مقنع اكتر كمان يا امل. لكن طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا في سباق الدوري العام الطويل جدا. صحيح. إيه قبل ما نروح للكابتن اسامه والكابتن عادل، عايزين ننوه ان بكره ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي، بكره الخميس 11 مارس ان شاء الله، هيفتتح فرع النادي الاهلي في الاقصر في احتفاليه كبيره بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. يبقى بكره إيه ان شاء الله هيتم افتتاح فرع اهلي الاقصر باذن الله. يمكن افتتاح اهلي الاقصر، يمكن إيه كابتن محمود الخطيب راح النهارده وكان في استقباله إيه، مش عايز اقول كل محافظه الاقصر، ولكن كان استقبال اكتر من رائع لجماهير الاقصر الاهلاويه اللي احنا عارفينها، الاهلاويه متعصبه جدا للنادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي. وبكره ان شاء الله هنشوف الافتتاح ده،
وهيحضره وزير الشباب والرياضه ولفيف من رموز وقيادات ونجوم القلعه الحمراء والشخصيات العامه، وبحضور سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات والعضو المنتدب وقيادات للشركه. وبياتي افتتاح الغد لاهلي الاقصر بعد الانتهاء من كافه التجهيزات للنادي والملاعب واماكن تواجد الاعضاء والحدائق والاماكن الترفيهيه، وتيسير الخدمات بالشكل الذي يليق باعضاء الاهلي في الصعيد من خلال منظومه خدمات رياضيه متكامله واجتماعيه محترفه. ان شاء الله باذن الله يكون افتتاح رائع، وكما عودنا النادي الاهلي دائما هي مش بدايه ومش نهايه، ولكن دي بدايه ان شاء الله لاكثر من اهلي في جميع المحافظه. كابتن اسامه الف مبروك الفوز، ولكن الاداء مش هو ده اللي احنا كنا منتظرين. مفيش شك طبعا، مبروك لجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني والاثنين او الثلاث نقط مهمين جدا طبعا في سباق الدوري العام، لكن الاداء اقل من المتوقع، اقل من مباريات كتيره النادي الاهلي يمكن اتعادل فيها. يعني لما تيجي تتكلم على مباراه دجله، لما تيجي تتكلم على مباراه فيتا كلاب، فيتا كلاب الاخيره انت ضيعت يعني 10 فرص محققين على الاقل، وبتوصل بزياده عدديه، فرص كتيره على المرمى، ومع ذلك خرجت متعادل. يعني الكره فيها توفيق، ده ما فيش شك في كده. النهارده الاداء اقل خاصه في الشوط الاولاني، يعني الشوط الثاني يمكن بقت الحماسه عند لعيبه النادي الاهلي ان هي عايزه تاخد الثلاث نقط بقت اكتر شويه. التغييره اللي حصلت بخروج حسين الشحات ونزول مروان، صحيح انت استمرت على الكور الطويله، بس وجود مروان وجنبه شريف بقت واحد بيسند وبياخد الثاني بياخد الكره الثانيه، فعملت قلق شويه مع تراجع بدني ومن الجهد اللي عمله لعيبه الاسماعيلي، فابتديت تسيطر شويه في نص الملعب وابتديت تبقى احسن. لكن كان الغريب شويه انه قفشه يروح ناحيه اليمين وبتلعب بمروان وشريف في الامام في العمق، واجايه كمان بيخش للعمق. مظبوط، بقينا اربعه بنتكتل في المنطقه اللي جوه والاطراف مش شغاله خالص. بالظبط، يعني بيكم احنا قلنا بظروف لعبه انه مش باك طرف، يعني حتى لما بيلعب على اليمين بيبقى احسن طبعا، ولكن مش اللي هو عنده الانطلاقات ان يطلع لك على الخطوط ويلعب كرات عرضيه او يخش للعمق. هو حاول واجتهد وادى الدور اللي عليه كوقفه، لكن الاطراف كلها مش ما فيهاش شغل كتير، خاصه قلت لك ان هو كمان قفشه لعب ناحيه اليمين، فقفشه بطبيعه لعبه اولا ما بيعرفش يلعب ناحيه اليمين قوي وبيخش للعمق. لكن الشكل العام بقيت انت الاخطر، بقيت انت اللي بتعمل، يعني جالك كام كورنر، جالك فاولات على ال18. الاسماعيلي الشوط الثاني ملوش اي خطوره ناحيه محمد الشناوي، حصل تراجع، كانوا الشوط الاولاني بيضغطوا جامد جدا، كانوا ملخبطين فرقه الاهلي بالضغط الكبير والعالي في كل اتجاه في الملعب او في كل منطقه في مناطق الملعب، قدامه في النص وورا، قلنا دي كانت فرقه كتير. طبعا الحمد لله ان ضربه الجزاء دي جت في الدقيقه 72، ادت افضليه للنادي الاهلي. يعني احنا قبل ضربه الجزاء ما تحسش برضو بالخطوره الكبيره او انت يعني عامل حاجه كبيره، لكن شريف بسرعته توقع، وطبعا خطا من محمد مجدي انه بعدم خبره، عدم خبره طبعا، طبعا اتصرف تصرف، لان شريف بيطلع بالكره في اتجاه اللي بره، يعني حتى لو هو وقف او نامه ما لمس، لكن هو خد رجله. فده الدقيقه 72 لما جت ضربه الجزاء ابتدت الامور تتحسن شويه، ابتدينا نسيطر على وسط الملعب شويه، ولكن يعني نتمنى الاداء يبقى افضل من كده، وان شاء الله يعني المباريات اللي جايه الاداء يتحسن، وخاصه في مباراه فيتا كلاب. لكن انا بقول انه الثلاث نقط مهمين جدا في سباق الدوري العام، حتى لو الاداء ما كانش على ما يرام، يعني ده اهم حاجه. يعني صحيح كابتن عادل، مبروك للنادي الاهلي.
ولكن زي ما قال الكابتن اسامه ما كناش متوقعين الاداء ده، كنا متوقعين اداء افضل من كده شويه. لا احنا اتكلمنا الشوط الاولاني، ممكن انا كلمتك يا كابتن ايمن الشوط الاولاني على الروح وقلت لك ان روح النادي الاهلي الشوط الاولاني ما كانش جيده قوي، مش دي روح النادي الاهلي، وكان روح الاسماعيلي اعلى منك في الشوط الاولاني. الشوط الثاني انت ادائك وروحك كانت اعلى كتير قوي فاديت كويس. الحاجه الثانيه المهمه، النادي الاهلي كان عنده ظاهره النهارده اول مره اشوفها، اللعب الطويل، حتى كمان التغييره كانت معموله على الاساس ده، لانك انت خرجت واحد من نص الملعب علشان فضيت نص الملعب عشان يلعب، ما بنلعبش كوره في وسط الملعب ما بتبصيش، لكن كل لعب طولي وانك انت بتحضر. ويمكن عايز اقول لك انه في حاجه يعني ايجابيه جدا هي مروان محسن. تخيل انت مروان محسن، الناس كتير قوي مش عارفه ان مروان محسن من الناس اللي او من الفارودة الصعبين جدا في حته خلخله اي دفاع. ممكن يبان ليك ان هو بيضيع اجوان، ده مروان، لكن مفيد جدا للمدرب، مفيد جدا للفرقه بتاعته. مروان محسن الماتش اللي فات اللي نزل الكره في اخر الهجمه الوحيده اللي كانت في ماتش سيمبا اللي هناك، النادي الاهلي ما عملش هجمه الا لما مروان محسن نزل ونزلها اللي هي الانفراد. مروان محسن تلاقيه في اي مباراه بينزل بيشتغل للنادي، ممكن يكون هو حظه سيء ما بيجيبش جوان، لكن مروان محسن من الناس اللي بيعملوا دي حقيقه، يعني بيعمل خلخله لاي فرقه. دي واحد. اتنين، والمهم، النادي الاهلي الشوط الثاني عمل اللي هو عايزه، بمعنى ممكن يكون الجون الاولاني بنالتي قله خبره من حارس المرمى، ولكن انت كنت في ضغط اكتر للاسماعيلي، ما راحش على الجون خالص الشوط الثاني. النادي الاهلي افضل كتير بغض النظر عن اللعب اللي انت عايزه، اللي هو اللعب القريب، الباص والتحرك والحاجات دي، لكن انت رحت لهدفك. ايه هدفك؟ انك انت تاخد الثلاث نقاط. ايه هدفك؟ ان انت تكسب المباراه. في حاجه مهمه يا كابتن لازم نبقى واخدين بالنا منها، النادي الاهلي بيلعب في وقت عندك موقف صعب في بطوله افريقيا. النادي الاهلي محتاج ثقه من الناس ومن نفسه ان هو هيخرج من مباراه دوري الى مباراه افريقيا، حتى كان اخفق في الدوري وبعدين راح على مباراه افريقيا اخفق، وبعدين يعني عنده مشكله كانت نفسيه. صحيح. كونه ان النهارده يتغلب على الاسماعيلي فهو ماشي في الطريق الصحيح في الدوري، هو هيقفل دي وهيشتغل على ماتش المهم اللي جاي، ما اهم ماتش عند النادي الاهلي يوم الثلاث، عنق زجاجه. صحيح. علشان كده انا عايز اقول لك يا كابتن ان تفكير اللاعبين رايح هناك، يعني انا ببقى سعيد جدا لما تقول لي ادائنا ما كانش كويس بس باخد الثلاث نقاط. لان في اخر الدوري لما نرسل الدوري او نفضل الدوري هنيجي نلعب كوره، هنيجي نلعب في المباراه الاخيره. مش هتتذكر الاداء بتاع الاسماعيلي، بس هتتذكر البناط اللي عندك. صحيح. علشان تقدر تلعب او ما تقدرش تلعب. انت تقصد ان المسانده الجماهيريه الفتره اللي جايه او الماتش اللي جاي ضروريه جدا جدا جدا، وبلاش حته ان انت تهاجم اللعيب على الاداء. بص يا كابتن، عايز اقول لك حاجه، هو اللي بيهاجم موسيماني، بس احنا في حاجه انا عايز اقولها لك مهمه قوي. موسيماني محظوظ ان عنده اداره زي اداره النادي الاهلي ما بتبصش للحاجات دي. النادي الاهلي بيتضر من مجلس الاداره مش من جمهور. هو عارف كده، ولا من ميديا او الحاجات دي. النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي هو استقرارا القرار ما بيجيش فيه ضغط من أي حد. أي. انت فاهمني؟ وبيقفوا جنب المدرب الى اقصى درجه. عشان كده انا ما بيهمنيش الكلام اللي يتقال، النقد من حق الجمهور ينتقد، من حق الجمهور عايز يكسب ويعمل اداء ويعمل حاجات كتيره كويسه قوي، لكن برضه لازم يعرفوا ان المواضيع فيها صعوبه. ضغط عصبي على اللعيبه. صحيح. الكورونا موضوع صعب جدا، انت بتبقى قاعد في البيت خايف، اللعيبه بتنزل وبتروح وبتشتغل وبتعمل يعني لا وبتسافر. لازم نهدى شوية على اللاعبين، احنا في موقف صعب جدا في بطولة افريقيا، عندنا مباراة اللي جاية صعبة، كنت بتلعب الاسماعيلي بغض النظر عن الاسماعيلي وموقفه في الوقت ده، ولكن نادي الاسماعيلي نادي كبير. يعني انت كان بيبقى ديربي على طول او كلاسيكو زي ما بيتقال. الاسماعيلي والاهلي مباراة من المباريات القوية بغض النظر عن مستوى الفريقتين، ولكن انت عملت اللي انت عايزه، خدت الثلاث نقاط. الاداء تاني شوط كويس، بس هو في هنا معادله لازم مستر موسيماني يعملها. الاداء بتاع الشوط الاولاني ليه مختلف عن الشوط الثاني؟ من وجهه نظر انا كمدرب مثلا، حاجه من الحاجتين، لا ناحيه نفسيه، لا ناحيه في التسخين،
لانك انت افضل في اللياقه البدنيه من اي فرقه انت بتلعبها، بدليل ان انت اللي بتبقى اقوى تاني شوط، بدليل ان انت كل مبارياتك في الدوري انت تاني شوط بتبقى الاقوى، اهدافك بتبقى في اخر مده في الشوط الثاني. علشان كده لازم يبحث في الامر ده، وحتى بس واحده انه يعني صرامه شويه وقوه مع اللعيبه باذن الله ان شاء الله. بس هنروح لفاصل وبعدين نرجع نشوف اراء محللنا الكبار الفنيه عن احداث مباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، ايه اللي اتغير في اداء النادي الاهلي الشوط الثاني؟ اللي اتغير انك بتكسب كل مباراه في ثاني شوط. الاسباب لعيب بينزل بيبقى من كتر اللعب بيجي له ثقه. الماتش اللي فات مروان، الماتش ده صلاح محسن، محمد شريف رجليه في الملعب. انا متهيألي كل ما هقعد اتكلم كده على العدد الهجومي اللي هو بيبقى موجود جوه منطقه الجزاء، هو ده اللي اتغير يا كابتن ايمن. يعني هل البدايه عندك فعاليه هجوميه موقفه حتى الديفندرز والباكات الاطراف بتاعه نادي الاسماعيلي انها تتقدم عليك؟ حسين السيد نجم المباراه كان من اول شوط، الشوط الاولاني، الشوط والشوط الثاني هو الوحيد اللي بيمسك الكوره وبيها ما بقالوش سكه يطلع منه، لان حتى قفشه جه ناحيه اليمين. قفشه لما جه ناحيه اليمين وهو ده وجود اضطراري، يعني مش المفروض ان هو يبقى في هذا المركز، ولابد ان السوليه اللي يعوض التطرف ده. بص معانا ملخص للماتش يا كابتن اللي احداث المباراه. كمل اتفضل يا كابتن شريف. فده الشكل التغيير اللي انت بتتكلم عنه، ان بقى عندك انياب هجوميه، حتى الكور الطويله اللي انت كنت بتعملها الشوط الاولاني ما هو الراجل بيجري لوحده، بيجري في وسط اثنين، خدت بالك؟ حتى ممكن ممكن نرجع بالكره دي تاني من ساعه ما في اللحظه اللي لعب فيها ديانج كره لمحمد شريف واثبت هنا. ماشي كمل بس كده، اثبت هنا اتفضل. ماشي، المفروض يبقى في زياده عدديه ورا محمد شريف في الكره دي. استنى لما او على شمال محمد شريف طبعا لازم من ورا. لما نكمل الكوره ونفتح الكادر ونشوف مين اللي راح، مفيش راجل في وسط اثنين، لازم اثبت هنا. اوقف، احنا بنتكلم على تقريبا كابتن ولا لعيب. بص قد ايه مكان تقريبا فرق. ايه 30 يارده مكان 25 يارده. كانت الشوط الاولاني واضحه جدا ان مفيش زياده مع شريف، عشان كده قلنا لازم حد يتغير من نص الملعب. اذا لما حسين الشحات خرج ونزل مروان وبالحاسه الوقفه حتى في الملعب بتاعت مروان انه بيقف ست فيرويد، ومحمد شريف اتطرف على شماله شويه وبالعاده برضو ان هو عنده العاده بتاعته الهابت بتاعته ان هو لازم يبقى جوه قريب من الجول. بص فالاثنين بقوا الاثنين بقوا جنب بعض. نجيبها تاني لو سمحت، نجيبها تاني في اللحظه اللي هو شريف عمل الفاول. ماشي خلاص نكمل ده، انت نكمل بس انت لو رجعتها يا ايمن لو رجعتها بص اجي واقف فين. لسه عنده نص ملعبك. انا عايز اقول حاجه دلوقتي، فين حسين الشحات؟ تحت ناحيه اليمين، تحت الثانيه، هو جاي الناحيه الثانيه يا جماعه، ده مش في الصوره، جاي يمين ديانج. ده ديانج الكادر يا كابتن، ده ديانج اللي عامل، ديانج اللي عامل السبورت، وديانج اللي عامل الثرو اللي مكمل، وما عندكش اي حد ثاني. اذا ما عندكش اي عدد هجومي تطلع بيه بانياب انك انت ممكن تجيب جول. هو ده اللي حصل 45 دقيقه. ليه الاسماعيلي كان احسن؟ ليه عادل لو هو قاعد قال لك انا مش حاسس ان في رغبه عند لعيب الاهلي، الرغبه عند لعيب الاسماعيلي، انا مش حاسس ان في روح في لعيبه النادي. طب ليه هو مفيش انتشار للعيب النادي؟ بس سؤال، هو طبعا الواد ده غلط وكل حاجه. طب ليه اتلعب الطويله محمد شريف؟ طب ما ترجع، هترجع الكره تاني كده، هتلاقي قفش على يمينه. استنى بس، رجع الكره، رجعها تاني على شماله ديانج. رجع بس. هو ليه ثانيه واحده اقف هنا؟ وليه ما اخدش الكره اسيب محمد شريف يجري والعب الراجل ناحيه اليمين ده عقبال ما الناس تبدا تكمل وابدا هجمه؟ يعني هي تفكيري ايمن، يعني ديانج عملها على فكره صح، ماشي انا موافق معاه، بس واحد وسط اثنين او استاذ مشيب بيتكلم صعب قوي، انما واحد على اليمين رايح على مساحه وممكن التكمله تزيد على فكره، ده فكر ثاني في الكوره ممكن. هو بيعمل يعني لما انه يوديه على الجون، يعني لا هو على الجون يبقى صعب يا شيف. وبعدين اللعبه دي شيف لو جبت ملخص اتكررت اكتر من مره كتير قوي، لدرجه ان كل كوره كان بيشارك فيها محمد شريف كان فاول على محمد بس شريف. بس عايز اقول لك حاجه كابتن علاء، ناقص عدد يعني. لحظه واحده شريف، انا عايز اقول لك حاجه، يعني في كرات زي دي قبل كده يمكن ايامنا كنت انت بتعمل نفس اللعبه دي لقدام وبتكمل ورا على طول. لا ماشي بس بتروح لواحد ايمن، انما دي يعني ديانج عمل الكره دي ومكمل زي ما كابتن شريف بيتكلم، حلو قوي تكمله، بس صح. هو محمد شريف لواحد وسط اثنين هو لسه ما استحوذش على الكوره، فدي الصعوبه. انا دايما بقول ايه، الهجمات المرتده زي دي يعني هي وجهه المتحكم في كل اللعبه ده كله مين؟ شكل العمودي ده صعب قوي. ماشي، ديانج هو اللي كان معاه اللعبه دي كلها. الطبيعي يعني ما اعرفش تفكير ديانج، لازم ياخد راجل، لازم يرجع لورا، ارجع لورا سمير خالص، ارجع سمير تاني، ارجع خالص خالص، ارجع لورا عند ديانج، ارجع لورا كمان بس كده بس ادي عنده واحد يمين واحد شمال. طيب ادي عندك واحد يمين واحد شمال، وانت شايف محمد شريف لوحده ماشي على فكره تفكير ان عايز اوصل للجول بسرعه بالظبط،
التفكير هايل، لكن لما تلاقي زحمه واحد وسط ثلاثه اربعه الكره دي وهي هنا اما استلمها ناحيه اليمين تتلعب وابدا هتلاقي جاي غصب عنه وايمن مكمل بقى ثلاثه وديانج مكمل اربعه ومحمد شريف الزحف اللي هو اديك عملت خمس لعيبه في هجمه. ايوه بس انت هقول لك اللي خلق عمل الكره دي كلها ايه؟ انا هقول لك ايه؟ لا انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. انت في الملعب لما بيكون عندك لعيب بيطلب الكوره، هو مش لازم يطلب الكوره بالبق على فكره، تحرك بالظبط، برافو عليك، سيبه بالتحرك، سيبه ماشي جميل، اصل مش لازم مش لازم اي لعيب. لا عايز اقول لك ايه، السيفتي بتاعي أيوة ان انا اطلع بهجمه منظمه بالظبط، يعني عايز يطلع بهجمه منظمه، هي فيها حاجتين، ديانج مستعجل نفس الوقت الثاني عينه كان عليه، هي حته الضغط يا شريف، انت مستعجل عايز توصل الجول بسرعه وعايز هدف، فكل ده تفكير، لكن هي طبعا تفكير ده حسين الشوط الاول طبعا اكتر واحد بص بيلعب فين الباك ليفت بتاعهم، بس عايز ارجع للكوره دي تاني. لحظة واحدة خليك لحظة سمير خليك كده، هنتكلم في حاجة وبعدين نرجع لك تاني. يعني أنا عايز أرجع للكرة دي تاني. هو كل لعيب وسماته، في لعيب تديله في رجله، في لعيب تديله قدام مساحة، وفي لعيب تعمل عليه هجمة عشان يقف زي أجاييه. أجاييه احنا خدنا الفترة اللي فاتت كانوا مدربين كتير بيلعبوه راس حربة عشان يعملوا عليه الهجمة صح. لأنه بيعرف يقف، لكن شريف لازم بياخد قصاده، فيمكن اتعملت علشان هم متعودين من شريف كده، شريف ياخد في المساحه، المساحه انت فاهمني؟ مساحه عادل، بس انا ما اديلوش الا ما يكون واحد ضد واحد، بس لكن هو في وسط اتنين زي ما شريف بيتكلم كده بتبقى الامور صعبه. عارف يا عادل لما بيبقى في واحد الناحيه الثانيه معاه استحاله الاتنين هيروحوا مع ده، هيبقى زي ما انت عايز، هو كان لازم واحد ضد واحد، لازم الهجمه بالظبط، لازم الهجمه دي بس هي كانت تبقى هجمه زي ما انت عايزها، منظمه منظمه كتيره وحسب ظروف اللعيبه اللي موجوده في الملعب كويس. شريف لما يجري ماشي ياخد معاه الاثنين مساكين هايل، جنب اليمين عندك كله فاضل مجدي، هتاخد مجدي، مجدي اكيد عنده وقت، هتلاقي جاي خرج من الجنب الثاني، الكثافه اللي انت بتتكلم عليها هتطلع واحده واحده، لكن هي دايما هي قرارات لعيب طبعا ومحترم جدا طبعًا. هي دايما بيبقى واحد عايز رؤيه لعيب ان هو عايز يوصل لمحمد شريف بسرعه. هو لعيبه طويله لازم محمد شريف يسبق، لكن هي قرار هي قرار. انا عارف انا مقتنع بيه، احنا قلنا النهارده ان هم بيلعبوا طويل، وده النادي الاهلي اول مره افرط في اللعب الطويل النهارده شوي. علشان نص الملعب ما اعتمدش على حته تحضير اللعب في وسط الملعب. عارف يا عادل انا عندي ايه؟ عندك ميلة كلامك انت؟ انا مقتنع تمام ان انا اقدر العب باربعه في النص واثنين سنتر فيرود قدام، انا مقتنع بكده. نوعيه لعيبه النادي الاهلي عندها السويتشات اللي هي تقدر تعمل حركه تبادليه، حتى ممكن حسين الشحات ده الاقيه باك رايت، ده لما ممكن يحصل لمحمد هاني افرض اتعور اي حاجه الاقي حسين الشحات ده باك رايت واعوض انا زي ما انت قلت اشمعنى قفشه اللي راح ناحيه اليمين. عندك جميع اللعيبه تقدر تمشيهم في كل حته. حتى النهارده انت جالك في ناحيه الشمال، يعني اول مره في حياتنا ما بقاش عندنا باك ليفت، واول مره في حياتنا لعيب تضطر تخليه يلعب في ناحيه الباك ليفت، يبقى عندك قصور في ناحيه ليفت ميته الحته دي. ده اللي بيخلي الفرق اللي قدامك عندها رغبه ان هي تعدي منك، رغبه تعمل زياده عدديه عندك في نفس المنطقه، تحس ان ده مش باك ليفت، تعمل الضغط كله من عند الراجل بتاعهم اللي هو التونسي. يعني كل ده بيبقى متاح ضدك ومتاح ليك، انما انا ما زلت بقول ان انت كنادي اهلي والفرق الكبيره كلها لازم عندها فعاليه هجوميه تثبت حتى الهجوم عليك او تثبت الخطوط عليك. مش هيبقى وجهه نظرك، انا عايز اقول لك على حاجه، ممكن يبقى 4-1-3-2 الاربعه اللي انا بتكلم عليهم في النص، في النص ده مش بمسميات، مش انما هم يقدروا يتحكموا لك في نص الملعب ويعملوا الامدادات اللي هيقدروا يعملوها. انما انا النهارده حتى ثانيه واحده يا اسامه هخليك تقول انت معايا ولا مش معايا، انا زي ما شفنا الشكل ده انا الراجل ده مش هفضل لوحده بيجري لوحده كده، لازم يبقى في حد بيوري جنبه، في انياب جنبه. الجون الثاني ابلغ رد عليا، الجون الثاني التكوف والراجل واقف تحتيه وخد الكره وقطع من نص الملعب، ولو عند ال 18 ممكن يبقى شايط على طول. عندك كذا سيناريو ممكن يحصل، بس يبقى في زياده عدديه، زياده عدديه جوه ال 18 تخلي ليك وجود لديانج بقى يعملها كده، يقول زي ما علاء طلع يمين طلع شمال بتسحب بتعمل شكل، بس هو ده شكلك الطبيعي اللي بقالك سنين بتلعب عليه وبتخلص الدوري قبلها بسبع اسابيع. اتفضل يا كابتن مصطفى. هي الزياده العدديه مش شرط عشان يبقى فيه اثنين راسين حربه، اثنين راسين حربه ماشي بتبقى واضحه انك انت اي سيناريو يعني، ولكن انت ماتشاتك كتير للنادي الاهلي، ما من الاهلي من اول السنه بيلعب 4-2-3-1، والسنه اللي فاتت بيلعب مع مستر فيرر 4-2-3-1، واللي قبليها كان بيلعب 4-2-3-1، بس هي بتتوقف على الثلاثه اللي تحت راس الحربه والباكين. خلي بالك انت علي معلول النهارده عامل لك فرق غير طبيعي في الزيادة العددية اللي قدام. علي معلول لما بيوصل للخط عبال ما بيروح بيخلي اتنين تلاتة كمان شادين معاه تحت راس الحرب. وعامل لك كمان مشكلة في الحالة الهجومية بتاعتك. ايوه انا بتكلم عن اساسا هي حالتك الهجومية بيعرف علي كمان في ميزة اسامة ان هو لما بيمسك كرة هو اللي عنده بيعرف يتصرف بالكرة ومن غير الكرة، ودي ميزة عندك.
يعني ما انا بتكلم على الزياده العدديه اللي شريف بيقولها. مش شرط ان هي تكون باتنين قدام راسين حربه. انا اقصد ان في لعيبه لما بتبقى موجوده او بتعمل لك الزياده العدديه كمان, تعمل لك الزياده ديت بتخلي حتى علي معلول لما بيوصل بتلاقي اجايك يكون قرب, بتوصل يكون حسين قرب اطرافك لما بتوصل كان هاني او معلول تبقى محتاج ناس في 18. انا اقصد انا 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 مش معترض ان احيانا لا انا مش معترض اللي بيعوضها عارف معلول مين؟ دخول شلاي. ما انا مش معترض بيعمل له حاله. انا مش معترض ان احيانا تلعب باثنين, واحنا قلنا النهارده ممكن يطلع بين الشوطين حسين الشحات وينزل مروان او بواليا ويلعب محمد شريف تحت. لازم يعملها ماشي ماشي, بس انت برضو حتى لما بتلعب بواحد متوقفه على الخماسي بتاع نص الملعب النهارده اللي كان عامل الخلل بتاع عدم الزياده ده الخماسي بتاع نص الملعب اللي هو حسين الشحات وحتى ديانج والسوليه وقفشه واجايه ما كانوش في الحاله الطبيعيه بتاعتهم لا في الاستحواذ ولا في التكمله مع عشان في حاجه اسامه. ما احنا ما شفناش الزياده, ما احنا ما شفناش الزياده العدديه والهجوم الحاجات دي كلها بيحصل كام عليك يا شريف ليه؟ انت الشوط الاول مش مستحوذ بحاجه خالص. ايوه ايوه, ما هو انت هتبان امتى ان هاني بيخرج بيطلع ومش عارف جاي بيزيد وعمر بيزيد وانت مستحوذ, انما انت كل لعبك تلعب طويل. لا وفي حاجه مهمه, هيبان ازاي؟ ايوه كابتن علاء في حاجه مهمه كمان, يعني انا علشان غير طريقه لعبي يا كابتن شريف خلي بالك من النقطه دي. انا عندي ماتش يوم الثلاث, هلعب بره ملعبي في ملعب صعب, مش هلعب باتنين روس حرب بره ملعبي. ليه؟ لا ما اقدرش العب. ليه ما تلعبش باتنين روس حرب؟ عشان مخاطره ممكن نص ليه ما تلعبش عشان ليه بعد اذنك؟ اولا عشان الملعب ليه يعني ليه طول ليه كل ماتش ثاني تايم بتلعب باتنين روس حرب؟ انا بقول لك يا كابتن ليه؟ انا بقول لك ليه هقول لك. طب الاول هنروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي جماهير النادي الاهلي في كل مكان وقوات النادي الاهلي في كل مكان بعد فوز النادي الاهلي على فريق كبير فريق الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك مليون مبروك, 3 بونت غاليين جدا جم في وقت الاهلي محتاج فيه الثلاثة بونت, محتاج فيه الدفعه المعنويه الكبيره دي النهارده. الحمد لله طبعا, يعني عندنا شويه غيابات في خطوط كتيرة وفي نفس الوقت برضو يعني بنستعد للمباراة واخدة تركيز كبير جدا من اللعيبة. كان باين جدا في الشوط الأول, تمام, يعني كان جاي جدا في حالتنا في الشوط الأول ما كانتش حالة كويسة خالص يعني. فكويس إن احنا عدينا بالثلاث نقط دول مهمين جدا جدا في معنويا قبل السفر للكونغو فيتا. الاداء مش كويس بس احنا مش وقت اداء, احنا في وقت 3 بونت يرفعوا من روح المعنويه. الجماهير كانت زعلانه من الشوطين, انا قعدت تابعت شويه بين الشوطين, ولكن الكوره مش بالاداء, الكوره بالاحراز الاهداف وبالنقط. انا كان نفسي ما العبش اداء في فيتا كلاب واجيب هدف, انا دلوقتي يعني انجزت المهمه. يعني كلامك يعني ماشي, احنا في فيتا عملنا ماتش كويس قوي بس ما كانش عندنا توفيق ان احنا نجيب جوال. لكن النهارده انا في اوقات كثيره ممكن تبقى انت مش موفق يعني كاداء, بس ربنا سبحانه وتعالى يوفقك كنتيجه. يعني انا عايز اقفل الصفحه بتاعت الاسماعيلي كلها الحقيقه, يعني بكل شكلها بقى, لان بشوطها بادائها بكل حاجه, لان كنا محتاجين ان احنا ناخد الثلاث نقط عشان معنوياتنا وقبل فيتا يعني. لكن عندنا حاجات كويسه جايه في اليومين الثلاثه اللي جايين, رجوع طاهر ان شاء الله الرحمن للحب السفر, ايمن اشرف للحب السفر ان شاء الله الرحمن, النهارده كمان ناصر ماهر كان موجود, علي معلول ان شاء الله الرحمن يكون موجود باذن الله في تمرينه يوم الخميس او السبت ان شاء الله الرحمن. يعني عايز اقفل الاسماعيلي كل صفحه الاسماعيلي كلها الحقيقه, كلها يعني من اولها لاخرها, من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه الاخيره. احلى ما في اللقاء النهارده ان احنا خدنا الثلاث نقط, دي احلى حاجه في اللقاء. كويس, يبقى نقفل صفحه الاسماعيلي وهو ده الصح. انا عندي مهمه قويه جدا, يمكن في نقطه كمان ايجابيه اللي هي يعني مشاركه صلاح محسن واحراز هدف. تمام, نقفل الصفحه وعندي مباراه قويه جدا, مباراه صعبه جدا في اجواء صعبه, درجه حراره عاليه, رطوبه عاليه, ملعب نجيل صناعي, فنقفل فعلا الصفحه بحلوها ومرها, بلاش ننتقد, نقف وندعم الفترة الجاية. المباراة الصعبة اللي هتبقى يوم الثلاثاء, عاوز اعرف برنامج السفر هتشتغلوا ازاي الفترة الجاية ديت وفي مباراة صعبة ومباراة قوية ومباراة رخمة بلغة الكورة. بص يعني هي مباراة يعني ما فيهاش يعني اعتقد كلام, يعني انت هتروح تلعب مع فيتا هناك الساعة 2 الظهر مع حكم بتسواني اللي هو بوندو, لكن احنا لعبنا مرة في رمضان الساعة 2 الظهر, يعني لعبنا مش مرة أكتر من مرة يعني, وخدنا البطولة كده يعني. البطولة دايما ما بتبقاش سهلة, بتبقى دايما صعبة, احنا اللي حاطين نفسنا في موقف زي ده, لكن احنا رايحين بشخصية, يعني هنأدي بشخصية هنرجع باللي احنا عايزينه. لو
كان عندنا حاجه غير كده هتبقى الدنيا صعبه بالنسبه لنا. الساعه 2 الظهر بقى، الساعه 3 الظهر، الساعه 4 الفجر، يعني انت رايح لهدف معين، يعني رايح لهدف معين عايز تحققه، وان شاء الله الرحمن يتحقق باذن الله، ونرجع باذن الله بالنتيجه اللي احنا عايزينها ان شاء الله. بكره في تمرين؟ بكره في تمرين ان شاء الله. الجمعه اجازه؟ الجمعه اجازه، وبعدين السبت تمرين وسفر ان شاء الله. عملت جلسات مع اللاعبين الفتره الاخيره واتكلمت معاهم كتير عشان يركزوا اكتر، يتالقوا اكتر، يظهروا امكانياتهم، مظبوط؟ يعني زي ما قلت لك احنا يعني الفتره اللي فاتت الخمس ست ايام اللي فاتوا كان فيها شويه حاجات من نواقص، من خوف على لعيبه في اصابه زي ايمن اشرف مثلا، يعني فزي علي معلول برضو يعني، ورجوعه زي طاهر والانكل بتاعه، فكان في حسابات كتير واخده جزء كبير جدا من التركيز والدماغ. يعني عايزين بقى نحدد هدفنا ونحدد تركيزنا ونقفل على نفسنا شويه، لان مهم قوي ان انت تبقى عارف انت رايح هناك فرقه عندها دوافع هي كمان جامده جدا وقويه جدا، فارضيه ملعب في وقت في امور ممكن تبقى يعني مش في صالحك، لكن انت عايز هدف معين المفروض ان انت تروح تجيبه وتيجي. يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون في حاله تركيز عاليه جدا جدا جدا. عايز ااكد واقول برضو اقفل صفحه الاسماعيلي من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره. احلى ما في اللقاء النهارده هم الثلاث نقط وهدف صلاح محسن، غير كده مش عايز اتكلم في حاجه غير مباراه فيتا باذن الله. مباراه فيتا قالوا في 3000 متفرج، في مباراه سيمبا قالوا 15000 لنا 50000. انا خايف يبقى 3000 نلاقي 10000 و20000 والارقام دي، نعمل ايه؟ والله بص يعني الحسابات غريبه جدا، يعني برضو حتى في يعني انا مش عايز انتقد حاجه، بس يعني مش عارف مش قادر افهم، يعني في فرق بتلعب بجمهور وفرق ما بتلعبش بجمهور، وكمان حتى الفار نفسه يعني انت بتستعين بيه بجزء من البطوله وجزء تاني لا، يعني المفروض ان البطوله بتتلعب يعني من اولها لاخرها بتقنيه. يعني ايا كان الوضع بقى خلينا نشوف، احنا عايزين نروح بشخصياتنا، عايزين نروح بقوه، عايزين نروح عايزين نتعامل مع اللقاء بمنتهى الجديه ومنتهى القوه من اول دقيقه، احساسنا الداخلي والخارجي واللي يوصل للناس قبل اللي يوصل للمنافس قبل ما يوصل لنا هي حاله التركيز اللي عايزين نعيش فيها. اقفل بقى الخمس ست ايام اللي فاتوا، واقفل كل المبررات اللي ممكن تتقال، طقس وحكم وجمهور وملعب مش عايز اتكلم فيه خالص، احنا عايزين نروح بحاله تركيز عاليه جدا جدا ونرجع ان شاء الله الرحمن بالنتيجه اللي تفرحنا باذن الله. باذن الله ترجعوا منصورين باذن الله. ان شاء الله، شكرا. كابتن ايمن ده كان لقائنا الخاص مع مدير الكره الكابتن اسامه. وفي شيشه بكره. كابتن عادل كنت بتتكلم، كابتن شريف كنا بنتكلم بس قبل الكابتن سيد عبد الحفيظ في طريقه لعب النادي الاهلي. كابتن شريف كانت ليه رؤيه ان هو بيفضل، وجهه نظر وتحترم، بيفضل ان النادي الاهلي يلعب براس الحرب، او على الاقل يبقى واحد راس حربه وعنده واحد ورا مقومات راس الحربه الثاني. انت بتقول لا، وجهه نظر غير كده. لا قال صعب ان هو يلعب. انا بتكلم على دايما في ايه يا كابتن؟ بتكلم دايما في ثبات سيستم اللعب مع المدربين كلهم. ماشي. مفيش مدرب هيخرج من ماتش بسيستم ويروح ماتش سيستم تاني ويعمل ماتش سيستم تالت. فانا بتكلم فيها يا كابتن ايمن ان المفترض انه بيلعب بطريقته، بيبقى فيها مرونه شويه، لما بتخسر ممكن يزود فيرويد، لما تكسب ممكن يقلل، زي ما النهارده نزل رامي ربيعه في الحته اللي هي تحت يأمن نص الملعب، لما لقى ان هو كسب واحد فحب انه يأمن نص الملعب يأمن النتيجه، فلعب رامي ولعب بثلاثه قدام، ما لعبش باثنين بس كمان، لعب بثلاثه قدام، لعب باجاييه ولعب بمروان ولعب بمحمد شريف، وبعدين نزل صلاح محسن لعب بيه كمان. فانا لا طلع يعني طلع قفشه ونزل صلاح محسن. فانا عاوز اقول لك ايه، انت عندك ماتش يوم الثلاثاء، اكيد انت كمدرب طول الوقت بتطلع من حدث لحدث. أي. بتفكر في حدث لحدث، فعلشان كده ما تبعدش بالتكتيك بتاعك قوي. أي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت يعني مثلا هتلعب يوم الثلاث مباراه، هتلعب خارج ملعبك واحد، اثنين الساعه 2 الظهر في الحر، ثلاثه مغير الترتان الملعب، مش نجيل طبيعي اللي انت بتلعب بيه بقالك سنه بتلعب نجيل طبيعي، هتلعب مباراه دغري في ملعب ترتان، ودي صعب، الملعب الترتان التحرك عليه اصعب من الملعب الطبيعي. صحيح. الحته الدفاعيه فيه بتبقى صعبه جدا علشان الحر، انت عارف ان انت هتغير اجواء
كمان هتلعب الساعه 2 الدور، واي فرقه هتلعبك في افريقيا هتلعبك الدور، لانه عارف ان النادي الاهلي بيجيد اللعب بالليل في الاجواء الكويسه، فهيلعبوك في الاهلي. حتى لو رحت السودان ممكن تلعب 3 الدور، رغم ان السودان دايما بيلعب متاخر، بيلعب الساعه 6 و7، لكن انت شفت لعبونا في الفرقه بتاعت اللي فاتت في ماتش افريقيا اللي خسرناه 1-0، سيمبا لعب الدور الساعه 3، الماتش ده هتلعب الساعه 2، فانت عاوز تقرب المسافات من بعض، مش عايز تبعد اللعيبه عن بعض، مش عايز تجري كتير، مش عايز الملعب صعب جدا. فحته ان هو يغير ويعمل، يعني الحاجه اللي اتغيرت ان من وجهه نظري اتغيرت النهارده اللعب الطويل، ودي مش سماتنا كويس. بس اللعيبه في الملعب ما تقدرش تعمل الكلام ده بصفه متكرره من نفسها، اكيد دي تعليمات جهاز فني. ولكن لما انا كفريق بلعب كور طويله، يبقى انا بلعب كمان على الكره الثانيه، تمام، فلازم اروح عادي غالبا هتلعب في فيتا كلاب على الكره الثانيه، فلازم اروح بالزبط. بس هي في نقطه يا كابتن عايز اقول لك عليها مهم، وعلى فكره انا هقول لك، على حاجه يمكن مستر موسيماني يعني في المؤتمر الصحفي النهارده قال ارضيه الملعب ما كانتش تساعد ان احنا نلعب كوره على الارض كويس، فعشان كده لعب طويل، كان بيلعب الكور العاليه، ولكن هو كان برضو بيلعب على اللعبه الثانيه لازم تروح، فاهم؟ هو طبعا الفريق مجهد، في اصابات، في غيابات، ارضيه الملعب مش كويسه، ولكن هو وجهه نظره، لان اللعيبه دي ما تقدرش تعمل كده من نفسها، وجهه نظره اللعب على الكور الطوليه والمسانده الهجوميه من لعيبه وسط الملعب والاجناب وتقريب الخطوط على بعض، دي ضروري. هو قال كده في المؤتمر ايمن هو قال كده في المؤتمر في المؤتمر الصحفي. انت عارف اكتر حاجه افادت النادي الاهلي النهارده يا كابتن؟ المجهود القوي اللي عمله النادي الاسماعيلي اول شوط، اكتر حاجه افادت النادي الاهلي، بمعنى ان النادي الاسماعيلي بذل جهد جامد قوي في الشوط الاولاني، قعد يضغط ضغط عالي من قدام، جري كتير قوي. بص تلاقيه الشوط الثاني ما راحش على الجون مره واحده. ليه ما راحش على الجون مره واحده؟ لانه فقد اهم عنصرين عنده، فخر الدين ومحمد الشامي، اللي عندهم سرعات وعندهم جوه. حتى شكري نجيب ما بقاش يجري كتير، انت فاهم؟ حس عشان كده المدرب غير 4 مره واحده، حس ان في هبوط حاد في اللياقه البدنيه عنده. صحيح. وفي الاخر اقدر اقول لك انه النادي الاهلي عمل اللي هو عايزه وخد الثلاثة بونت. واحسن حاجه وما زلت بقولها، طول ما انت ادائك مش مميز قوي بس نتيجتك تبقى ايجابيه، ده الافضل. مكسب. مم. طيب يا سمره، بعد اذنك ممكن بقى نروح لملخص المباراه ونطلع منه بعض المواقف سواء هجوميه او دفاعيه. عشان عايزين نتكلم على كابتن شريف، عايزين نتكلم على تاثير علي معلول في النواحي الهجوميه. يعني بص مثلا الكره دي مين بيضغط لوحده هنا؟ محمد شريف. كويس؟ ما الكره رايحه الجون يا كابتن لوحدها. ماشي. لا انا عايز اوريك انا عايز اشوف، انا في كره اصلا اتلعبت بالعرض، وانا هقول لك مين اللي كان لازم يتواجد هنا. لا انا بتكلم على الكره دي. ماشي اتفضل. محمد شريف طبعا عشان عنده سرعه كبيره جدا، يا ريت شريف يجيبها لنا تاني. سمير بقى عايزك تجيبها تاني الكره دي. ماشي ايوه. بص لما رجعت محمد شريف خبره كبيره وسريعه. بص الراجل، بص عدم خبرته بقى في ايه؟ وقفها تاني سمير ورجعها قبل ما شريف يضغط. وقف ورجع الكره ورجع لورا. المفروض ان شريف بيقرب هو يشوط على طول. مزبوط. هو بيرجع ياخد خطوات لورا. مزبوط. لدرجه ان كمان شريف كمان لعيب الاسماعيلي يا كابتن اسامه، بص واقف ازاي، ما ينزل له ناحيه اليمين عشان يبصي له كمان. ماشي بس كلامك مظبوط، بس نمره واحد الجون. بص ده شريف لما بيقرب عليه بيرجع لورا، يعني خلى شريف يقرب عليه اكتر. صح. دي كانت لازم تبقى هدف وشريف اتصرف فيها كويس. ماشي. بس بقى اتفضل يا سمير. اتفضل نكمل. ماشي. دي كرة، بصوا كرة ثابتة. لحظة واحدة، نبص الأول على تمركز لاعيبة النادي الأهلي. دي كرة ثابتة. كمل. ده أخطر كرة على النادي الأهلي. لعبت بالهيد وهو بيلعب الكرة براسه. نوقف الصورة. بس ايوه كده. بص اللعبه دي يا كابتن اسامه، احنا دلوقتي التمركز بتاعنا كان المفروض احنا واقفين صح قبل الكره ما تتلعب.
فين الخطا هنا؟ الخطا هنا اولا قبل ما اسمه ده شكري نجيب اللي يلعبها هو ياسر بينط معاه يعني عدم يعني توقع معقول يعني كانت ممكن تروح لواحد فيهم بس في بقى غلطه اكبر خلي بالك لو عدت بقى حسين الشحات بالظبط كده سايب بالزبط. رقم خمسة بالزبط. اللي هو مروان صحراوي ده لو عدتهم جول مروان صحراوي لكن الباقيين لعبوا حتى هاني جايبه كره قبل ما تتلعب هاني بيتحرك مع الراجل مظبوط لانه هو بيلعب جزء منطقه في صح. 6 ياردة وجزء مان تو مان يعني هاني هنا بيتحرك مظبوط مع الراجل وواضح انه متابعه كويس ولكن تمركز حسين الشحات في الكره الثابته دي خاطئ مظبوط لان هو المفروض يكمل مع مروان صحراوي هي كويس انه شكري نجيب هو اللي خطفها بس يعني فيها طبعا يعني ياسر طالع مع شكري بس هي بقى طبعا راحت انت عارف ان ياسر طلع قبل شكري طلع قبل شكري ما هو عايز يلعب شكري اللي قبل ما هي كلها توقيتات هي المشكله مش المشكله اسامه الوقت طبعا ماشي نموذج هايل في انك تتراقب المشكله مش الكره واقفه صح. مشكله وهي الكره بتلعب ما هي كل هي يعني مشاكل كل المدافعين او عامه عندنا هنا ان كله بيفضل عينه على الكوره او ما كوره بتلعب انت حته الحركه ده عشان كده دايما بقول لك المهاجم الذكي او الشاطر هو اللي يسرق او اللي هو اللي ياخد اللي يروح المكان الصح مظبوط علشان كده يا كابتن علشان كده ما ينفعش وانت بتدافع في الكورنر تعمل فكرتين في مدرستين مدرسه انك انت بتقف على 18 بتلعب منطقه ما بتمسكش منطقه اطوال أيوة. واحد يقف اللي بعده اطول اللي بعده اطول عشان الكره لو عدت بعيد تبقى بره خالص صحيح. وفي مدرسه ثانيه انك بتمسك مان تو مان بس بيبقى في اتنين هما واحد على الست ياردة وكان الاول واحد على الجون دلوقتي استغنوا عن الواحد جوه الجون ده ما بيبقاش واقف احيانا كتير او خلاص موضه بقت قديمه بيعملوا اتنين واحد على القريبه وعلى الستة من بره واحد جوه شويه والباقي كله يمسك صحيح. لكن الافضل في الوقت الحالي ما فيش حاجه اسمها مسك جوه ال 18 في حاجه اسمها انك تقف ودي عاوزه تدريب كتير قوي عايزه انك انت توقف اطوال بحيث ان الكره 70 سم 80 90 100 100 وي 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 وي, وي حتى ما توصل لبره خالص والاطوال انك انت في الاماكن دي بتروح والجون بيبقى زياده عليه عارف يا ايمن انا من كتر متابعتي لماتشات الدوري العام هو صح في فرق كتير في اوروبا بتلعب منطقه كل اللعيبه يعني ما بيلعبش على حد ما بيلعبش على حد معين بس بيجدوها اجاده تامه طبعا. هنا في فرق كتيره جدا في الدوري المصري بتعملها شك واكتر فرق بيلبس فيها جوان اللي هي ما بتلعبش مان تو مان يعني في ناس بتلعب جزء منطقه اللي هو في الستة ياردة واحد ممكن على القريبه وممكن لا على القائم واحد لا في 2 3 في الستة ياردة والباقي ماسك صحيح دول اللي في مصر ناجحين لغايه دلوقتي معظم الفرق اللي بتلعب منطقه بس في لعيبه كتير بقى ويعني شفتها في ماتشات كتيره جدا مجرد ان هم واقفين وتلاقي اللعيبه الثانيه اللي هي الفاضيه اللي هي الفرقه بقى ما هم بيلعبوا منطقه مظبوط بينطوا بيلعبوا بدماغهم بتاع ولا حد بيقطع على الكوره صحيح صحيح فهي دي عايزه تدريب عالي جدا طبعًا جدا جدا طبعا طيب تعالوا نروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي من جديد بجدد تحيه كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان بعد فوز النادي الاهلي على فريق الاسماعيلي مع مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان بقول لك مليون مبروك 3 بونت جم في وقتهم كنا محتاجينهم شوط اول للنسيان وانا اعي هذه الكلمه شوط اول للنسيان الشوط الثاني نبني عليه تغييرات ما شاء الله قلبتوا الجيم لصالحكم احرزنا هدف والثاني كمان اولا طبعا تحياتي للكابتن ايمن وضيوفه ومبروك طبعا جمهور النادي الاهلي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا ودايما مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما مباراه قمه ومباراه كبيره لكن اعتقد يعني لو كانت الامور احسن وملعب افضل اعتقد كانت يعني الماتش يليق بيه كده يعني نكون في ملعب افضل من كده حاله ارضيه برج العرب اعتقد صعبه جدا جدا يعني كان اول مره نشوف الملعب بالحاله ديت يعني كان اثرت على الاداء مش لينا بس والاسماعيلي برضه نفس القصه اعتقد الحمد لله الشوط الثاني استغلنا ارضيه الملعب بقى لصالحنا يعني الحمد لله قدرنا نشتغل 4 4 2 صريحه ونشتغل كور طويله على مروان ويقدر يلعب الكره الثانيه نلعب الكره الثانيه واعتقد جبنا منها الهدف الثاني والتحرك برده الثاني الاولاني لمحمد شريف اعتقد الحمد لله كان عندنا افضليه لكن خلينا نقول المباراه انتهت الحمد لله تدينا دفعه قويه طبعا لمباراه فيتا قبل السفر وتدينا ثقه اكتر واعتقد بعد عوده برضو اللعيبه اللي ما كانتش موجوده النهارده يعني اعتقد هتدينا دفعه قويه يمكن النهارده يمكن برضو حاله من
من الحاجات اللي احنا بنعاني منها يعني ان عدم الاصابات اللي موجوده. يعني يمكن النهارده ثلاث باكات ليفت مش موجودين، يعني سواء علي، ايمن، وحيد، طاهر مش موجود، عندنا طبعا غيابات كتير يعني. لكن دايما احنا ما بنحبش نتكلم عن الاعذار يعني، لكن اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ديت ان شاء الله يرجع لنا علي وايمن وطاهر، وان شاء الله يكونوا اضافه لينا، وان شاء الله نروح بكل قوتنا ان شاء الله مباراه فيتا ان شاء الله نحقق فيها المكسب باذن الله. شوط تاني لعبنا بفرودين مروان وبشريف، أفشل أنا بيلعب جناح وأجاي جناح وأربعة أربعة اتنين، وقلبتوا التكتيكين المباراة لصالحكم. بيكهام في الباكليفت وقف وعمل أداء ما شاء الله عليه إلى حد ما كويس جدا، ما بيلعبش في مكانه، ورغم الغيابات قدرتوا تفوزوا على الإسماعيل. هنقفل الصفحة ولا هتتكلموا النهاردة مع اللعيبة على مباراة الإسماعيل؟ لا خلاص، انت اتكلمت الحمد لله، انت خدت المباراه اللي انت عاوزها يعني الحمد لله. مكاسب كبيره جدا من المباراه، امان اساس نقاط مهمه جدا، مكاسب كبيره جدا النهارده برضو. صلاح محسن تهديف، مروان محسن بياكد برضو النهارده حالته كويسه، محمد شريف الحمد لله برضو من حالته كويسه نفس القصه، جونيور برضو بيواصل سلسله اداءه برضو الطيب، ديانج والسوليه ما شاء الله، بدر وياسر برضو بنفس القصه دي، وهاني طبعا عاملين اداء كويس، الشناوي كالعاده يعني. فاعتقد الحمد لله دي اجابات نبني عليها طبعا المباراه القادمة يعني، لأن زي ما قلت دي صفحة وانتهت. لكن الأهم بالنسبة لنا والأهم لجمهورنا الفترة الجاية إن شاء الله المباراة فيتا، وإن شاء الله إحنا بنوعدهم إن شاء الله إحنا رايحين ما قدمناش غير المكسب بس إن شاء الله، وإن شاء الله هنرجع من فيتا إن شاء الله بمكسب كبير إن شاء الله لينا إن شاء الله. شخصية النادي الأهلي، شخصية النادي الأهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ أكد على هذه المقولة، أنا رايحين الكونغو رغم الأجواء الصعبة، ولكن شخصية النادي الأهلي لازم تكون موجودة في هذه المباراة، قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية في الكونغو. انا عارف المباراه صعبه جدا والاجواء صعبه جدا، ولكن النادي الاهلي طبعا زي ما انت قلت ايه شخصيه النادي الاهلي، وكابتن سيد اتكلم فيها ودايما بنتكلم، ودايما طبعا الكابتن ايمن ودوفو بيتكلموا عن النقطه دي. هو ده النادي الاهلي في الامور الصعبه، في المواقف الصعبه بلاعيبه النادي الاهلي بتثبت اللي هي قدر اللي هي تعمل اللي صعب. فاعتقد الحمد لله ان شاء الله، واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا، وعندنا ثقه كبيره جدا ان احنا هنعمل ان شاء الله نتيجه كبيره ونحقق المكسب ان شاء الله في الثلاث مباريات اللي لينا ان شاء الله. واعتقد ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا افضليه ان احنا ان شاء الله نكون اول مجموعه كمان باذن الله. بكره في تمرين، يوم الجمعه اجازه، السبت في تمرين الصبح، وبعد كده هنسافر الحد والاثنين تمرينتين، هنلعب الثلاث التمرينتين حد واثنين كافيين في ملعب زي دوت في اجوزه ديت؟ اعتقد كافيين بالنسبه لنا كافيين، لكن انت برضو عارف ومهم جدا، وطبعا كابتن ايمن ودوفا اتكلم في النقطه دي، اللعيبه المصريه برضو لما بتلعب تمارين كتير على الملاعب اللي هي الانجليزي الصناعي اعتقد بتاثر شويه عليهم، لان عندنا برضو لعيبه كتيره يعني. فمهم جدا ان انت برضو تاخد الاحساس اليومين دول، اعتقد كافيين ان شاء الله، اعتقد لان كل الملاعب الموجوده كمان في الكونغو ملاعب نجيل صناعي يعني. فاعتقد ان شاء الله كافيين، وان شاء الله زي احنا عملنا كده قبل كده في لما لعبنا في فاق سليف في الجزائر، وعملنا برضه قبل كده فيتا. فاعتقد ان شاء الله تكون تجربه برضه نكررها تاني، وان شاء الله تكتب نجاحها ان شاء الله. هينضم لينا علي معلول، هينضم لينا طاهر محمد طاهر، هينضم لينا ايمن اشرف، هيفرقوا معانا في القايمه اللي مسافره. طبعا هيفرقوا معانا، والنهارده برضو الحمد لله برضو النهارده ناصر كان موجود برضو اضافه قويه برضو بالنسبه لنا يعني. فاعتقد الحمد لله ان كلنا مستعدين، وكل اللعيبه عندها استعداد اللي هي تروح تقاتل عشان ترجع ان شاء الله بثلاث نقاط، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق فيها باذن الله. باذن الله، ومليون مبروك فوزكم النهارده، وباذن الله باذن الله ترجعوا منصورين باذن الله من الكونغو باذن الله باذن الله. شكرا شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. لكل جماهير النادي الاهلي، نقفل صفحه الاسماعيلي ونركز في مباراه فيتا كلوب اللي هتكون يوم الثلاث في درجه حراره عاليه جدا، مفيش اعذار باذن الله باذن الله باذن الله. كل لاعبي النادي الاهلي وجهازهم يرجعوا منصورين باذن الله من الكونغو، شخصيه النادي الاهلي باذن الله باذن الله، ونرجع منصورين باذن الله من الكونغو. عوده لك من جديد، اتفضل. لزميلنا شريف شعبان، ويمكن زي ما قال الكابتن سامي، شخصيه النادي الاهلي هتظهر باذن الله المباريات القادمه، واحنا مطالبين بالفوز يعني. هو حتى لما جه اتكلم ما اتكلمش على ان احنا يكفينا التعادل، لا، احنا رايحين بنيه ورغبه الفوز ان شاء الله في مباراه فيتا كلوب باذن الله اللي هتلعب في الكونغو الاسبوع اللي جاي. لان هو قال كمان ايه، احنا لا بديل عن الفوز للنادي الاهلي في هذه المباراه. هنروح لفاصل، وبعدين نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كنا بنتكلم قبل لقاء الكابتن سامي قمصان على تاثير علي معلول في النواحي الهجوميه، سواء انطلاقات او زياده عرضيه جوه ال 18، ويمكن معانا حاله من ضمن الحالات اللي احنا كنا بنشوف فيها تواجد لعلي معلول
في المنطقه دي. بص يا كابتن شريف، دي كانت كره اتلعبت من ناحيه اليمين بدايتها. خدها جاي وعملها بالعرض. ماشي، اثبت هنا، اثبت هنا. بص يا كابتن اتفضل. من الانطلاقات بتاعت علي معلول دايما انه لاعب مهم جدا في المنطقه دي، ومعظم الاحيان كان بيبقى هو مالي المنطقه دي. مظبوط. فكان ممكن يبقى هو طبعا يوسفل جدا في كره زي دي عرضيه، ممكن يكون هو كان موجود، انما في كل الاوقات بيبقى موجود في هذه المنطقه طبعا. انما من العناصر التحرريه اللي هي بتديك الافضليه والزياده العدديه في فرقه النادي الاهلي. عشان كده دايما واحنا قاعدين بنجيب سيرته بنقول علي معلول سايب فراغ كبير قوي. صح. خصوصا لمين؟ الراجل اللي بيلعب الكره بالعرض طبعا. ده لما بيلعب بالشمال الناحيه الثانيه بيعملوا لغه هما الاثنين، بيخلوك في منطقه الخصم دايما عندك حاله تهديد، اذا كان بالعرضيات، اذا كان بكره زي دي جايه من الناحيه الثانيه هو بيجيب جوال. مزبوط. اذا كان ممكن انت تقدر تعمل له كوره جوه خط السته يترجمها. صح. اذا كان بيخش ويعمل عرضيات جوه خط السته ويجيب ضربات جزاء. صح. اذا كان بيشوط ضربات جزاء فده لاعب يعني. انا بقول لك ليه هنا يا كابتن شريف؟ لان اثبت هنا، اثبت هنا بس. الجيد ده المفروض ده بيلعب فين؟ بيلعب على الشمال. كويس قوي. يبقى المفروض الراجل اللي وراه لما يروح اجايه هو اللي بيلعب الكروس من ناحيه اليمين، الراجل اللي ناحيه الشمال هيعمل زياده عدديه في المنطقه في المساحه الخاليه دي. هو انا قلنا كده، هو ده كان ناقص في الشوط الاولاني، بس ده اللي كان ناقص في الشوط الاولاني. انت النهارده لما كان عندك نوعيه لعيب يعني عادل بيتكلم بيقول لك انا مش هغير، مش هيقدر يغير اسلوب لعبه. انا معاه انه مش هيقدر، بس لازم يبقى في نوعيه لعيب بيعوضني الدخول جوه خط 18. مش الاختلاف ان احنا بنقول لازم نلعب 4-4-2 او لازم العب 2 فراوده، انما لازم يكون في لعيب يقدر يعوضني داخل منطقه الجزاء الكره اللي هي الضاله دي. مظبوط. اللي لازم يبقى موجود هنا ده. مظبوط. ده اللي هو كان مروان، اذا كان محمد شريف وجنبه بواليا، اذا كان بواليا ورمضان هو مروان. اذا كان اي حد، اذا كان زي ما انت قلت علي معلول جاي من ناحيه الشمال او ما يواكب علي محمود وحيد لو دخل المنطقه دي وكان عنده الجرأه. وفي مهام بيبقى المدير الفني مديها لك، وفي مهام تحرريه انت من نفسك. نوعيه اللعيب اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنها، ال100 مليون وال70 مليون وال40 مليون، كل لعيب وعنده شخصيه. اديك شفت حسين الشحات بيخش عندك، حسين السيد بيخش عندك لغايه هناك دلوقتي وعنده الشخصيه ان هو يشوط عليه. كره حسين الشحات دي تاني، حسين السيد دي تاني برضه اهو، كل اللي نفسك فيه بيعمله النهارده حسين السيد. لا ايه دي؟ ايوه وده هتتعرض عليه كتير هناك. لا خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، ده هتتعرض ليه؟ كل ده جه فينا في سيمبا. ده هتتعرض ليه كتير قوي، هتتعرض للكلام ده كتير قوي طبعا، لان اللعيبه اللي هناك انا شفت السنتر فيرو بتاعهم اصيب هنا قبل ما يطلع مع شو. اتمنى ان هو يكمل، انه ما يقدرش يلعب المباراه هناك لانه طويل وعنده شوتينج وعنده تحركات وعنده، وعلى ملعبه وعلى الترتان هيبقى عنده فرصه اكتر للتصويب من بعيد. فالحالات دي اللي بيجنن بقى محمد شناوي، يقول لك ازاي ده وصل لغايه عندي هنا وازاي ده شاط، وازاي ده اللي بيخلي محمد شناوي مش قابل هذا الوضع. صحيح. ففي حاجات كتير قوي من مباراه اليوم لازم الناس تبقى عندها حب التعاون في الملعب. انا لو اتضربت خط ليا لازم اكون انا اول واحد بقابل عشان امنع الخطر ده. تاني صحيح. حاجه بقى انا عايز اقول لك، يعني انا بقعد اتفرج على فرقه النادي الاهلي اللي يعني مش قادر افهمه. ايه الكوره دي يا كابتن؟ معلش رياكشن بقى، والكوره راحت منه ومتعادلين ومضغوط علينا. في حاله نفسيه بتبقى مع لعيب ساعات بيتصرف التصرفات دي، كلنا ساعات بنوصل للمرحله دي. هو خد كمان انذار ببلاش يعني. انا عايز اقول لك حاجه، انا لحد النهارده يا ايمن ما شفتش لعيب في النادي الاهلي بيضرب خطوط. مفيش غير ديانج اللي عنده الكارج انه يرقص واحد واثنين ويعدي ويوصل لغايه منطقه ال 18 ويعمل اي تعامل يقدر يهدد بيه الفريق الثاني. احنا بقاش عندنا التفكير يا اسامه في رحله ان انا اعدي من واحد واثنين. ده حسين السيد بقى عايز يرقص ويعمل، انت خلاص انت لاعب بالتيشيرت الاحمر ده تقدر تعمل كل الامكانيات اللي عندك في الكوره، ففي لعيبه مطالب منها قد كده 10 مرات عشان ما نخشش في اسلوب التغيير، اسلوب تغيير الطريقه، اسلوب تغيير اللعيبه. فالنهارده انت كسبت صلاح محسن كويس، لازم تكمل. كسبت مروان محسن لازم تكمل. دي من ضمن الايجابيات. من الايجابيات اديت محمد شريف لازم تخليه موجود مع الناس. مزبوط. دي سبورتنج. او الماتش اللي فات جاب لك جول، المره دي ان شاء الله يبقى الماتش هناك ده يقدر يسرق جول كمان. مفيش يعني حد اتصاب النهارده الحمد لله. الحمد لله داخل بفورمتك، ما عندكش غير الباك ليفت اللي بتدور عليه. فالحكايه اللي احنا فيها دي لازم تكمل على كده. في ايه؟ صحيح. كابتن علاء، طبعا النادي الاهلي كان محتاج الفوز النهارده لان احنا رايحين على مباراه صعبه جدا. فمن الايجابيات النهارده زي ما قلنا مع الكابتن شريف انك انت طالع كسبان، خدت الثلاث نقط بغض النظر عن الاداء اللي احنا انتقدناه الشوط الاولاني.
رايح بمعنويات عالية شوية على ماتش فيتا كلاب اللي انت المفروض بإذن الله ان شاء الله نرجع من هناك كسبانين بإذن الله. عندك الطموح انك انت تعدي فيتا كلاب لان انت البطل علشان تكمل، واعتقد ان مكسب فيتا كلاب بنسبة 60-70% يحطك في دور الثمانية لدوري الأبطال. سيمان، هو طبعا بطولة غير بطولة خالص، لكن المهم المكسب النهاردة، المهم انك تسافر على فيتا كلاب وانت كسبان. صح. سيبك من الـ من الـ من, من الاداء، مش بكتير قوي الاحيان، زي ما بقول لك انا دايما انت بتحاسب على النتائج، لكن في وقت ما كده بيبقى الاداء كمان مهم، لكن النتائج كويسة او المكسب ممكن يديك اداء كويس. ودي كانت حاجة مفروضة النهاردة، انك كسبت النهاردة ان شاء الله تسافر على فيتا كلاب. تنسى ان دي حاجة ودي حاجة خالص، لكن تفكير في مباراة فيتا كلاب ايمن، انا بس عايز افصل بين دي وبين دي، ومش مرتبط بمباراة النهاردة خالص. ايوه. لان ده تفكير تاني خالص، وبطولة تانية خالص، واجواء تانية، وتفكير تاني، ودوافع تانية، وكل حاجة خالص. يعني لعيبة النادي الاهلي النهاردة هي متأكدة قبل مباراة النهاردة عارفة عندها ايه، والتلات عارفين كويس قوي، بس المركون شوية لحد ما يخلصوا مباراة النهاردة. خلص النهاردة على خير، ثلاث نقاط مهمة، رجوع بعض اللعيبه المصابه زي صلاح محسن، وهدف حلو قوي يديله ثقه عاليه جدا، بيفرق قوي لما تكون انت لعيب بره بعيد عن الملعب وتلعب، ممكن تلعب وتلعب كويس ماشي دفعه، انما تلعب وتحرز هدف دي بتعدي بيه كتير قوي، بتديك ثقه كويسه جدا. عشان كده النهارده صلاح محسن من مكاسب مباراه النهارده. صحيح. رجوعه النهارده وهدف كويس قوي، وموجود مع مستر موسيماني ورا رابحه على طول، دي حاجه كانت مهمه جدا النهارده بالنسبه لمباراه النهارده. لكن السفر لفيتا كلاب التفكير مختلف والدوافع مختلفه، وانت رايح عارف انت عايز ايه بالظبط، بتلعب ان شاء الله ثلاث نقاط مهمه جدا جدا جدا، تعدي بيهم شوط كبير قوي، انك النهارده ما اعتقدش انك هتلاقي موقف اصعب من فيتا كلاب اللي هو يوم الثلاث. طبعا مش هتعدي على الموقف ده بظروف الملعب، ملعب بالجو، بكل بالضغط اللي انت فيه، لكن ان شاء الله زي ما دايما بقول حاجه، لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه دوافع، انت بطل وياما اتحطيت في المواقف دي كتير قوي. صحيح. وانت عارف تكسب ازاي المباريات دي. صحيح. هو اكيد عامل حسابك مليون في المية ومش عايز يخسر على 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 ملعبه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه تريحه ان شاء الله في بدايه في نهايه المجموعه دي باذن الله. مباراه صعبه، لكن النادي الاهلي عنده رجاله يعرفوا ازاي يعدي الصعاب دي باذن الله. كابتن اسامه، ندخل سريعا على تغييرات النادي الاهلي في المباراه، وبعدين نعمل تقييم لخطوط النادي الاهلي. التغيير الاول بداوا مبكرا زي ما احنا قلنا مستر موسيماني، مروان محسن بدل من حسين الشحات مع بدايه الشوط الثاني. مظبوط، كان متوقع انه حد من خماسي وسط الملعب هيتغير، لان احنا قلنا الاسماعيلي كان واخد الشوط الاولاني كله نص الملعب من الضغط والاستحواذ والكره الثانيه، في لعيبه كتير كانت بعيد ومنهم حسين الشحات، فكلنا كنا متوقعين انه هيحصل تغيير، وغالبا هيبقى حسين الشحات وهينزل يا مروان يا بوالي. هو فضل مروان، جايب جون الماتش اللي فات، فداله النهارده. هو بس الفكره لما نزل مروان، انا واحد من الناس كنت متوقع ان قفشه هيبقى تحت مروان وشريف ناحيه اليمين، هو لعب بالاثنين في العمق، ماشي الاثنين في العمق عادي، بس هي المشكله لما قفشه بيروح ناحيه اليمين. لما قفشه بيروح ناحيه اليمين، واحنا قلنا هو ما بيعرفش يلعب طرف قوي يمين. صح. فبيضطر يخش لجوه، ديانج اجايه بيخش لجوه، فبقينا السوليه وديانج والاربعه قافلين لعمق الملعب، وكمان علي معلول مش موجود. صحيح. وهاني ما كانش بيطلع كتير قوي. صحيح. فالاجنحه ما بقتش موجوده، انت فقط الاطراف ما بقتش موجوده. مزبوط. ما بقتش موجوده لان قفشه بيخش للعمق. صح. ومروان وشريف في العمق قدام، واجاي كمان بيخش للعمق. وبيكم بحكم احنا قلنا انه مش مكانه وكده، واقف غير انطلاقات على الطرف زي علي معلول وكده. صحيح. فدي لكن كانت التغييره لازم تتم، انه حسين ما كانش في الحاله كويسه وكان لازم يتغير. يعني كابتن عادل، التغيير هو بس انا عايز افهم التغييره دي، هو ممكن تكون وجهه نظر مستر موسيماني في حاجه معينه، تغيير رامي ربيعه بدلا من قفشه في الدقيقه 8، لان هو شاف ان مدرب الاسماعيلي نزل اتنين فراوده وبدا يعمل عمق هجومي عليك، فحب ان هو يامن يلعب قدام السرد باكين. هو رامي ربيعه ما لعبش كسرد باك تالت قد ما هو لعب قدام الاثنين بدر بنون وياسر. أيوة. فلعب قصادهم ليه؟ حب يعمل الستاره علشان حته الزياده، عشان الكره الثانيه اكتر من كوره في اخر، بعد ما احرزنا الهدف الاول والثاني
الكره كانت بالتوب جوه عند 18 والكره كانت. الحاجه الثانيه المهمه انت الملعب كان مقسوم اثنين انت اتفقنا، ويمكن هو قال في المؤتمر الصحفي بيقول ان الملعب كان عشان لعبنا كور طويله كتير قوي علشان الملعب كان مش جيد. أيوة. فاحنا كنا شايفين كده، ويمكن احنا قلنا قبل ما يطلع هو يقول الكلام ده قلنا ان النادي الاهلي لعب كور طويله. أيوة. بيلعب كور طويله كتير. فهو احتاج في الاخر ان هو يامن علشان حته المكسب. هو يمكن لما جاب الجون الاولاني بدا يفكر انه حتى خلي بالك رامي ربيعه عنده اول ما بيكسب وبيجيب الجون، فاكر ماتش الزمالك في نهائي افريقيا برضو نزل رامي ربيعه يلعب قدام السرد باكين علشان يامن الحته. هي مدرسه وفلسفه عند موسيماني انه يطلع بالنتيجه، مش لازم النتيجه تبقى عاليه قوي السكور كبير، ولكن هو فكر في انه يطلع لبر الامان. الحته الثانيه المهمه تغيير صلاح محسن، مش عشان جاب جون، تغيير جيد جدا. ليه؟ لان صلاح محسن انا كنت هتكلم على تغيير صلاح محسن مع الكابتن شريف ان شاء الله، بس بعد ما نشوف الارقام بتاعه مباراه النهارده بين الاهلي والاسماعيلي. عشان عايز اقول لك حاجه مهمه جدا يا كابتن على المباراه اللي جايه من ظل المباراه. طيب نبص على الارقام. النادي الاهلي نسبه الاستحواذ 58% والاسماعيلي 42%. التمريرات الصحيحه 302 من 406. تمام. نادي الاسماعيلي 241 من 330. التصويبات 4 للنادي الاهلي من ضمن 7 يبقى على المرمى 4 ايجابيين، ونادي الاسماعيلي 8 والثمانيه كانوا خارج المرمى. الركنيات كانوا 4 لنادي الاسماعيلي و3 للنادي الاهلي. كابتن عادل سريعا قبل ما نروح لكابتن شريف على موضوع صلاح محسن، على حته صلاح حسن، على محسن. صلاح محسن أي. دايما المباريات اللي بره بالذات في الملاعب الترتان محتاجه نوعيه لعيبه، يمكن انا لو مستر موسيماني عملها تبقى جيده جدا منه. أي. محتاج لعيب خفيف الحركه، محتاج لعيب الترن بتاعه سريع، لان الملعب ده بيعوق اللعيبه كتير قوي وبيعوقهم. فافتكر لو صلاح محسن الدفعه اللي خدها دي وخفيت حركه صلاح محسن ممكن يفيدك كويس في الماتش بتاع فيتا كلوب. كابتن شريف رايك في تغيير صلاح محسن بدل محمد شريف في الدقيقه 84، وانت كنت بتنادي بالكثافه العدديه من قبل الماتش بجانب محمد شريف؟ يعني دايما انا دايما بنادي بقصه ان انا يبقى عندي تواجد كبير جدا جوه منطقه الجزاء. بس هو في مروان محسن اوريدي، ما هو حتى اللي عمل الكورتين. صلاح محسن خفيف سريع. اهي بص يا كابتن، بص هو بياخد الكوره دي وبيعمل سبرينت، ده هو عنده رغبه ان هو يعمل حاجه في الماتش. صح. لما نزل وهدوءه في التصويب جاي هو بيدور على دي، واللعبه اللي انت قلت عليها ممكن نجيبها تاني من مروان وهو بيلعبها بدماغه. دي اللعبه اللي انت قلت عليها قبل المباراه، الكومبينيشن اللي احنا بنحب نحسس بيه الفرق الاخرى ان ما يبقاش في واحد في وسط اربعه لوحده. بالظبط. بس هو ده اللي انا بتمناه، انما انا اسلوب العب 4 2 3 1 بقى 4 4 2 4 5 1 كل ده لازم يكون لي. صحيح. الشكل ده عند منطقه جزاء الخصم. صحيح. ده حصل من نص الملعب وجبنا جول، فلازم نستثمر هذه الاشياء اللي مزبوط. تبقى بسيطه لكن رغبه اللاعب هنا يا كابتن هو اللي ترجم الهدف. مزبوط. السبرنت بتاع اللاعب هو اللي عنده رغبه انه ينزل يلعب، الروح. صحيح. بتاعته. صحيح. فالتواجد جوه الملعب ده وان انا بنزل العب عشان افيد فرقتي. مزبوط. عشان اكمل المسيره ضمن تيشيرت النادي الاهلي. مزبوط. هو ده اللي احنا بنتمناه من كل اللعيبه الحقيقه. اذا كان بنتكلم على الترتان وعلى اللعب الضيق اللي هيبقى الصغير اللي هيبقى لازم يبقى فيه شوتنج كتير قوي، لازم تستغل الترتان ده، تستغل التصويبات والفولو، هو ده اللي ممكن يحقق لك هناك. صحيح. جميع الفرص اللي انت تطلع منها ان شاء الله كسبان. فاحنا بنتمنى كل التوفيق لمفهوم امكانيات كل لاعب في الملعب انه يدي لك في ال 90 دقيقه اللي جايه حاجه مهمه جدا زي ما حصل لنا في البطوله اللي فاتت. كنا لازم نكسب في السودان، خدت بالك، وكسبنا. صح. كانت عندنا الرغبه وادينا. فان شاء الله يبقى في فير بلاي. تعادلنا 1-1، كنا عايزين نقطه من الهلال وتعادلنا 1-1 هناك. تعادلنا 1-1 كنا عايزين نقطه، كنا عايزين نقطه وتعادلنا هناك. طيب كويس. كنا عايزين ولا كسبنا؟ لا تعادلنا 1-1. تعادلنا 1-1. فان شاء الله يكون لينا السطو نكسب الثلاث نقاط ان شاء الله. ويعني احنا ما بنتكلمش في اي تغيير، اي حاجه تعقيب، اي حاجه على أي. احنا بنتمنى كل الناس تبقى على قدم وساق ان احنا نعدي اي مشكله حصلت لنا بسوء الحظ اللي حصل لك في المباراه اللي فاتت. الكره مش عايز تخش جول، 25 هجمه انت الكره ما عندك،
ربنا ساعات بيأخرنا في حاجات بس بيحط لنا حاجات كويسه قوي قدام. طب نحلل بقى اداء الخطوط دلوقتي، يعني معانا خط الدفاع محمد هاني واحمد رمضان يمين وشمال، ياسر ابراهيم وبدر بنو، كل واحد لعب اللي عنده. انت زي ما انا قلت لك انت ممكن تتخيل النهارده ان الاسماعيلي هيهاجم عليك من الاول، انه ما عندوش فرصه تانية يعمل اكتر من كده. انت تاخر خطوطك هي اللي بتجعل دايما وجود للشناوي وجود لخط الدفاع بتاعك. فانت اذا يبقى عندك حاجه غلط بتحصل، اسلوب ضغطك اللي احنا بنتمناه طلع العكس، طلع ان فريق الاسماعيلي هي اللي بتعمل عليك الاسلوب ده، وانت اللي سمحت للخطوط دي انها تتقدم عليك من ناحيه الفراغ اللي كان موجود ناحيه الشمال لحسين السيد. فعلى طول انت بتشوف محمد هاني، بتشوف بدر بنون، ياسر ابراهيم، احمد رمضان، بيكهام، بتشوف الناس دي مع دخول اذا كان الاسماعيلي بيعمل كرات طويله، فبتبقى في حركه نقل عندك انت في خط 18. الاستحواذ اللي احنا بنتكلم عنه والباص والزحف والتحرك اليميني والتحرك اليساري وما اعرفش كل ده ما كانش موجود الهاف تايم الاولاني، فكان في شكل للشوط الاولاني ويمكن كان في ثبات شويه، انما كنت مش بقى عندك ثلاث اربع ضربات ثابته عليك اللي هي من الكورنر، بتبقى شغله ياسر وشغله بدر بنون والناس دي بتبقى الكره ملعوبه بالعرض كويس. هم يعني الراجل اللي جايب وشه دايما الفيرود ده بيبقى هو عنده الاحقيه، هو عنده الافضليه ان هم يقدروا يطلعوا منه الكوره ويقدروا يعملوا حاله التمركز ما تبقاش 100% يعني مظبوط، انما مش هنقدر نقول عليهم ادام ما دخلش فيه جوان النهارده، كان يعني عندهم ثبات تاني طيب ما كانش فيه وجود خالص لفريق نادي الاسماعيلي، لان هبط المستوى، هبطت اللياقه البدنيه. الراجل عمل تغييرات، ولما عمل التغييرات راح بواحده بس عند منطقه جزاء النادي الاهلي وطلعت في السماء فوق وما كانش فيه اي حاجه تانية. فاعتقد ان هم 45 دقيقه تانية ادونا الامان وباحراز الهدف الثاني عامل لك الثبات، وان شاء الله كل مباراه كده يبقى لك بس في اول شوط الاسبقيه كلها هتبقى هتلاقي في راحه للديفنس بتاعك، راحه للشناوي، هتبقى انت بتفكر بطريقه احسن. يعني نقدر نقول ان اداء خط الدفاع النهارده كان جيد. جيد. لم يختبر بمعنى صح. يعني ثاني شوط ما جابوش اي حاجه. يعني مفيش لا مختبر زي الشناوي يعني أيه. حتى الشوط الاول يا ايمن الاسماعيلي هو ضغط عليك لكن الخطوره مش كتيره يعني مش اللي الكره الوحيده اللي اتعملت بتاعت الثابته اللي هي الضربه الركنيه وقلنا الخطا، وكان اسامه اتكلم في التمركز وعادل قال وجهه نظر في حته ازاي تتراقب وهي دي الحاجه الوحيده اللي جت عليك ومفروض ما تجيش عليك على فكره صح. يعني المفروض يعني انا دايما انت دايما بتبص لاعلى حاجه، خطا زي كده مش المفروض يتعامل معاك، لكن انا وجهه نظر ان هو لم يختبر النهارده خط الدفاع زي ما كنت شريف بيتكلم، وش ان هو برده النهارده مفيش حاجه خالص. طيب بالنسبه بقى لنص الملعب الدفاعي عمرو السوليه واليو ديانج، انا عايز اتكلم على حته الربط والمسانده سواء دفاعيه او هجوميه. انا اعتقد ان ده من اقل المباريات اللي الاثنين قاموا بالواجبات دي، ومن اكتر المباريات اللي النهارده ظهر عدم فاعليه الفريق، عدم امتلاك الكره، عدم وجود هجمات كتير قوي. احنا كلنا بنتكلم ان ما عندكش هجمات كتير واللعب كان طويل وي ماشي بسبب نص ملعبك، استحواذك ايمن نص ملعبك ده هو اللي في النهايه بيديك شكل الاخر، يعني لوحه كده بتترسم في الاخر نص ملعبك هو المتسبب لوحه تطلع حلوه او لوحه تطلع فيها ديفوهات. النهارده نص ملعبك لا في خلل، نص ملعبك النهارده خلل في الحته الهجوميه. دفاعيا بيأدوا كويس طبعا اكيد اذا كان عمرو وقالوا ديانج، لكن انا بتكلم انت دايما الفاعل، دايما انت اللي بتهاجم، عشان تهاجم وتعمل كل الشكل الهجوم اللي بنرغي فيه بقالنا ساعتين لازم الكره تبقى استحواذك انت، تحركاتك انت، الكره معاك، تتحرك بكوره، تتحرك من غير كوره، اللي مسؤول عن شكلك ايمن دفاعيا وهجوميا مدى جوده لعيبه نص ملعبك، وخصوصا الراجل اللي بعد كده اللي هو محمد مجدي المسؤول بقى عن الثلث الاخير صح. لكن مهم قوي عمرو السوليه ديانج هو المسؤول عن شكلك في المباراه ككل. مظبوط. دفاعيا مفيش حد يضغط عليك هجومين او انت تحس في ارتباك زي ما كانت تشيل بالكلام على خط الدفاع، مفيش اخطاء. مظبوط. لكن النهارده انت الحاجه اللي بنتكلم فيها واجتمعنا عليها ان انت النهارده استحواذك للكوره مش حلو، مش كتير. خطورتك الهجوميه مش كتير، ضغطك الهجومي مش ايجابي. كل ده عشان انت نص ملعبك مش مستحوذ النهارده صح. هو النهارده نص ملعب مش مستحوذ بس مش مشكله. كل الكلام ده اهم حاجه خدت حاجه مهمه، ثلاث نقاط مهمين تقفل الصفحه وعندك ان شاء الله المهمه بتاعت يوم الثلاث ان شاء الله على خير. يعني نقدر نقول ان ادائهم النهارده مثلا كان متوسط لكن مفيش حد دايما كنا بنشيد بقاله يانج ايمن او بعمر، لكن النهارده اقول يعني مقبول مش اكتر من كده. كابتن اسامه جونيور خط الوسط الامامي بقى جونيور اجاييه ومحمد مجدي قفشه وحسين شحات النهارده من اقل ماتشاتهم،
يعني حسين الشحات الشوط الاولاني بعيد جدا، مجدي قفشه الحاجات اللي هي سواء استحواذ لان هو بيبقى سبب رئيسي في الاستحواذ مع السوليه وديانج ما كانتش واضحه الشوط الاولاني خالص. الزياده العدديه هم اللي بيعملوها، احنا تملك كنا شايفين محمد شريف في 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 قريه معزوله او في جزيره معزوله زي ما بيقولوا لوحده خالص، حتى في كره قعدنا نعلق عليها كتير اللي ديانج عملها بين السردباكين ومفيش حد كمل معاه، حتى اجاييه عمل جهد كتير الشوط الاولاني وكان بينزل لتحت كتير بس انتاجه النهارده برده مش عالي. مزبوط. فانا شايف انه الثلاثه اجاييه وقفشه وشحات النهارده سواء في الاستحواذ في الكوره، سواء في التقدم للزياده العدديه مع الشريف، سواء في التسديد على المرمى، سواء ما كانوش في الحاله الكويسه بتاعتهم، اداء عادي يعني. حتى حسين الشحات اتغير الشوط الاولاني وكنا متوقعين ده، اجاي فضل بادائه المتوسط ده لغايه اخر الماتش، وحتى قفشه برده لغايه لما نزل رامي ربيعه كان ابتدى يلعبه ناحيه، قصدي لما نزل مروان لعبه ناحيه اليمين وقلنا ان هو ومروان وشريف بقى قدام فهو بيخش للعمق اكتر وبيسيب الطرف، فطبعا ما قدرش يقوم بالمهمه دي قوي. ايوه. فالثلاثه النهارده ادائهم تقدر تقول عادي يعني برضه. عادي متوسط. لا عادي يعني. طيب. كابتن عادل نروح للمهاجم بقى الصريح محمد شريف، وبعدين لما نزل الشوط الثاني مروان محسن، ومن بعد محمد شريف لما اتغير صلاح محسن ادائهم في المباراه. يعني محمد شريف الشوط الاولاني ما كانش فيه مسانده واحنا اتفقنا، وكان كله كور طويله، تعب قوي في الجري. لما نزل مروان محسن ساعده كتير قوي، بقى ينزل له الكوره، وبقى مروان بياخد ناس كتير، ومروان من اكتر الناس اللي بيهدوا اي دفاع. لما نزل صلاح محسن نزل على فرقه بدنيا تعبانه جدا، فعمل الاداء كويس وفي مساحات. هوريك يا كابتن حاجه في النادي الاسماعيلي اتعملت النهارده انا بشكر فيها مدرب الاسماعيلي، عشان ان هو في الدقيقه 80 تخيل انه مغير خمس لاعبين، يعني نزل عمر الوحش بدل محمد عادل، احمد بدبولي بدل شامي، شولونجو بدل فخر الدين، زياد طارق ده عمل اربع تغييرات مره، زياد طارق بدل من حسن خمسه كمان، خمس تغييرات، خمس تغييرات، كاستيلو بدل هاشم وكاستيلو. مزبوط. يعني عايز اقول لك وفي الدقيقه 80 أي. يعني الموضوع ده يبقى كويس قوي لو يعملوا في الدقيقه 70 أيوه. او في الدقيقه 65 او في الدقيقه 60 اللعيبه تاخد النفس وتنزل وتقدر تلعب وياثروا يلعبوا 20 25 غير نص فرقه مره واحده، لكن غير نص فرقه مره واحده اللعيبه لسه عايزه تاخد الاجواء بتاعه المباراه، حصل هذا. ولكن الثلاث فراوده بتوعنا الاداء بتاعهم انا افتكر انه النجاح النهارده الكبير لصلاح ومروان وبعدهم محمد شريف. طيب لو قلنا سريعا يا كابتن شريف رجل المباراه من النادي الاهلي. انا حدي صلاح محسن. برغم الفتره القليله اللي لعبها. رغم الفتره القليله اللي لعبها رغبته ان هو بقى له تواجد ويحسس ان هو عمل فرق وامن لي الفوز كمان. كابتن علاء. لا ما عنديش حد النهارده، لا مفيش حد. تحجب الجايزه. لا تحجب الجايزه النهارده. حد مميز قوي النهارده لدرجه ان احنا كلنا بنتكلم على كل خطوط ايمن بندي مقبول متوسط ماشي، لكن مفيش لاعب مباراه النهارده خالص يعني. كابتن اسامه نفس الشيء، انا مش لاقي حد مميز حتى لدرجه مثلا هتقول 75% يعني تملي كنا نقول ديانج الشناوي مفيش حد في الحاله اللي هي تقدر تقول ايه في تفوق شويه حتى واضع عن زمايله. ايوه. فبرضه نفس الشيء بتتحاجب بقى النهارده. حلو. طيب كابتن عادل. انا اقول بدر بنون، عارف ليه؟ علشان بدر بنون البنالتي اللي جابه بمنتهى الثقه والقوه اللي عملها دي، عشان كده بقول انا بديله الجايزه دي علشان الفتره بتاعت البنالتي فقط. وانا برضه بقول معاك بدر بنون. هنروح لفاصل وبعدين من بعد الفاصل هنرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا.